بعد قليل لكن خلونا نشوف تقرير ومن بعده نرجع نعاود الاستوديو مدينه الدلنج عروس الجبال كما تسمى عند اهلها وهي احدى اكبر مدن ولايه جنوب كردفان الطريق المتعرج يتيح فرصه لمطالعه وجه المدينه الرائعه من زوايا متعدده يطل من واجهة المدينة جبل بيلا الكبير الذي يبدو كتاج يزين قوام المدينة وقد أصبح رمزية لزعامة أمارة الأجنغ ولكن حتى وقت قريب كانت تكتب على صفحته الشرقية ذكرى أعياد معهد التربية بالدلنج الذي تأسس في العام 1948 وأصبح فيما بعد نواة لكلية التربية بجامعة كردفان ثم جامعة الدلنج حاليا سمي الجبل بجبل عيدنا نسبة لعيد معهد الدلنج ويمكن أن يشاهد من على بعد ثلاثين كيلومتر تتمتع المدينة بطبيعة ساحرة تسورها الجبال من جهتي الشمال والغرب ويحفها خورب حبل من الجنوب والشرق والذي يبدو في قمه صبا تتناثر على ضفتيه اشجار المهوجني والبان وتشكيلات من الشجيرات المزهره تعد مدينه الدلنج مثالا للحياه الاجتماعيه المتماسكه فيها من الوشائج والروابط التي تجمع بين سكانها الكثير يعيشون في تعاون واخاء ومحبه قبائل عديده تسكن المدينه تشكل خليطا من الاجناس الأجنغ والنيمنغ والحوازمة وقبائل الغرب وشمال السودان يتوزعون على أحياء المدينة أجوز والنصر وقعر الحجر والملكية وحي السوق والمطار والحلة الجديدة والرديف والمعاصر وحلة الدلنج وهي القبيلة التي سميت المدينة باسمها إذن هي رقصة الكرنج تشتهر بها قبائل المنطقة بصفة عامة ولا تختلف كثيرا من قبيلة لأخرى وهي القاسم المشترك في كل الاحتفالات عند القبائل بالمنطقة سكان المدينة يعتزون بماضي قبائلهم المزدهر يقدمون انموذجا حيا ونمطا رفيعا راقيا في اعلى مستويات المواطنه والانتماء لمدينه ما تزال ثريه غنيه بتنوعها الثقافي فالتعليم دخل المنطقه في بدايه القرن التاسع عشر ومنها انتشر للمناطق الاخرى والمدينه لم تتاثر كثيرا بكل ما حدث ويحدث في جنوب كردفان وظلت محافظه على تماسكها وامنها وظل تاج السلام والوحده عاليا على هامتها وروح المحبه ديدنا لاهلها وهي تلوح باغصان السلام في ترحاب لكل الوافدين اليها